الانستيتوت الوقت يداهمنا، ولكن في الاخير يعني النقاش دائما حول هذه السلطه، ولكن مره اخرى ماذا عن مسؤوليه الشعب؟ ما موقع الشعب؟ نخبته مما يحدث؟ يعني انت كنت تشير الى هذا النكوص وهذا الياس، وان كان علي بالحاج متفائل. شوف، مسؤوليه الشعب موجوده كافراد، كل فرد مسؤول على افعاله، على سلوكه، على تصرفاته مسؤول. لكن مسؤوليه الشعب كمجتمع، المجتمع خاضع لقهر شديد، خاضع لقوانين فتتت الأسر، فتتت المدارس، فتتت الآن المساجد لا تقوم بدورها، الكثير من المدارس لا تقوم بدورها. هذا من؟ شوف، اللي يريد أن يفهم هذه النقطة بالذات ممكن يرجع إلى ما كتبه فرانس فانا، كيف يكون الطغيان سواء كان قوى استبدادية أو استعمارية، كيف تضغط على المجتمع، ثم المجتمع كيف يتفتت ويتصارع ويقتل بعضه بعض ويستضعف بعضه بعض إلى آخره. نعم، المسؤولية الفردية للناس موجودة، لكن المسؤولية، لكن اللي يريد أن يفهم أيضا كيف تطورت الشعوب والدول يقرأ مثلا لليكوان. ليكوان هذا هو من أخرج سنغافورة من المآسي التي كانت تعيشها في الستينات ليجعلها واحدة من أكثر وأقوى الدول، بالرغم أن سكانها 5 مليون فقط ومساحتها أقل من مساحة ما بين بليدة وبوفاريك. يقرأ محمد مهاتير وكيف أخرج ماليزيا من، وما كتب عن محمد مهاتير وكيف أخرج ماليزيا مما كانت فيه. ينظر ما يفعل أردوغان على سبيل المثال، ينظر ما فعل اليابانيون من قبل. ينظر، شوف، رئيس وزراء ياباني يسأل قبل فترة، يقولون كيف وصلتم إلى ما وصلتم إليه؟ ليس لديكم إمكانيات، ليس لديكم لا بترول ولا غاز، أنتم منطقة زلزالية، جبال إلى آخره. قال علم، أخلاق وعمل. علم، أخلاق وعمل، بهذا الثلاثي إذا أضفنا له نحن عندنا شيء آخر خطير، اللي هو التوحيد. لأن الإنسان لما يؤمن بالله ويخاف من الله يكون عنده ضمير أقوى، ضمير أخلاقي أقوى. إذا أضفنا هذا الثلاثة إلى التوحيد سنذهب ونخرج ونذهب بعيدا وبعيدا جدا. بدون علم وبدون أخلاق وبدون عمل لا يمكن. هذه العصابات التي تحكمنا اليوم لا لها علم ولا لها أخلاق ولا لها عمل، وإنما عملها أصبح الآن كوكايين، أصبح الآن مخدرات، صراعات. في مقابل طبعا هناك من يقول أنه ما يحدث هناك تطهير، هناك إصلاح، هناك إنهاء للوصاية الفرنسية كما يتحدث بعض ويعولون على الجيش وعلى الجيش. كلام لا يسنده واقع، وكل الأحداث تؤكد عكسه. قايد صالح هذا اللي من لا يعرفه من 1994 كان قائد القوات البرية، يعني ثالث شخصية داخل الجيش، يعني أكبر المجازر وأكبر المصائب وأكبر الكوارث اللي عرفتها الجزائر كان هو رقم 3 في التسلسل العسكري. وبالنسبة لكن في المقابل هو يقولون أنه الذي يبقى على محنط منتهي، أنت تسمع باللي ربما قد يموت في أي لحظة، والموت لدينا جميعا، يبقيه على الجزائر، وهو الذي أبقاه الدبابة الداخلية التي جاب بالعهد الرابعة بدعم الدبابة الخارجية الفرنسية والأمريكية. ها يريدون جزائر ضعيفة مستضعفة وكأننا لا نسوي شيء، ونحن لدينا هذا التاريخ ولدينا هذه الجغرافيا ولدينا هذا الوطن بكبره وبشساعة قارة، ولذلك نحن مختزلين لا نسوي شيء، لا على الساحة الدولية ولا على السياسية ولا على السياسية ولا على أي مجال. والمخزي ربما أختم بهذا، أنك تسمع اليوم أن وزيرة الشؤون الاجتماعية تذهب إلى جنيف لتطرح التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالمصابين بإعاقات، فيما يتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة. تذهب إلى جنيف لتتحدث على الاحتياجات الخاصة، وانظر الجزائر كلها في احتياجات خاصة، الشعب الجزائري كله اليوم احتياجات خاصة. الجزائر كلها معاقة، الجزائر كلها معاقة، مش فقط الذين أصيبوا بإعاقات بدون ذنب لهم، كارثة حقيقية. هذه العصابات يجب أن ترحل، ليس هناك أي نقاش آخر إذا أردنا الجزائر أن تنقذ.